السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وبناتنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، إزيكم وأخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. وأهلا وسهلا بكم في حل أسئلة كتاب المعاصر، المراجعة النهائية مع قواعد الوحدة الأولى. طبعا إحنا نزلنا الكلمات وإن شاء الله النهاردة الإيه القواعد. وطبعا قبل ما تبدأ تحل دايما امشي بقانون إيه الاستبعاد، يعني دايما استبعد الإجابات الخطأ علشان تخلي الدنيا شوية إيه أريح بالنسبة لك. يعني السؤال الأول بيقول my little daughter is based well that morning، بنتي الصغيرة إيه كويسة في ذلك الصباح، يبقى معنى كده أكيد بتكلم في الماضي، عشان كلمة that morning يبقى doesn't دي غلط و isn't غلط عشان الاتنين كده في المضارع، يبقى الماضي إما didn't be يا إما wasn't. طيب didn't دي غلط يا مستر، ليه؟ ما هي didn't وبعديها المصدر أهو، علشان أنا عندي الفعل الأساسي كلمة be اللي هي معناها يكون، لما أحب أصرفها في المضارع am أو is أو are، طب في الماضي تصريف التاني was أو were. طب في حالة النفي بقى حط بعديهم كلمة not، يبقى انت عندك am not is not are not wasn't أو were not، يبقى معنى كده was not. she spaced lunch outdoors she actually had it at her uncle's house. في طبعا في الجزء الثاني في كلمة had، يبقى معنى كده الكلام في الباست في الماضي، يبقى doesn't دي غلط. طيب وكمان hadn't دي غلط، ليه يا مستر غلط؟ علشان hadn't هنا مستخدمة كفعل أساسي، أقول hadn't فقط لو في بعدها تصريف رقم 3، هنا مفيش تصريف رقم 3، يبقى أقول didn't have أو had، يبقى أنت عندك يا إما had يا إما didn't have على حسب المعنى بقى. الفكرة هنا كلمة outdoors، outdoors دي كده معناها خارج، يعني خارج بيت، هي تناولت الغداء خارج بيت، هي تناولته في بيت عمها، يبقى معنى كده بيت عمها ده كده داخلي، يبقى في هذه الحالة هقول كده هي لم تتناول الغداء، يبقى she didn't have lunch outdoors، يعني هي ما أكلتش بره بيت، لا ده هي اكلت في بيت عمها، يبقى معنى كده didn't have. At 10 yesterday I spaced a match on TV. طبعا عندك yesterday يبقى الكلام كده في الباست، يبقى watch دي غلط. طيب الحاجه اللي بعد كده يا مستر في at 10 تحديد وقت معين في الماضي، لما بتكلم عن وقت معين يبقى معنى كده ده ماضي وماضي مستمر، يبقى ماضي مستمر يبقى was او where و verb plus ing يبقى I was watching. The pharaohs space pyramids and temples. طبعا الفيروس دي معناها الفراعنة، طبعا الأهرامات والمعابد، طبعا الفراعنة بنوا أكيد الأهرامات والمعابد، والكلام بتاعنا في الماضي، يبقى have built دي غلط عشان دي كده مضارع، و didn't طبعا دي غلط علشان دي كده منفية، هما بالفعل بنوا، يبقى إما were built يا إما built. طبعا were وتصريف رقم 3 يبقى ده كده مبني للمجهول، أنا عندي طبعا الفراعنة هما اللي بنوا، يبقى كده مبني للمعلوم يبقى built. We spent a nice time on the beach yesterday. طبعا في yesterday يبقى كده الكلام برضو في البوست، يبقى have دي غلط وعندك have دي غلط اللي هي A و B، يبقى إما had يا إما had had. طب في yesterday فقط وفي حدث واحد في الماضي، ده كده حدث واحد في الماضي، مدام حدث واحد في الماضي يبقى معنى كده استخدم فقط تصريف رقم 2، يبقى we had، إنما had had ده كده ماضي تام استخدمه لو في أكتر من حدثين في الماضي، يعني حدثين أو أكتر. I apologize for not answering your call. I spaced some applicants. أنا بعتذر إن أنا ما ردتش على المكالمة بتاعتك. أنا إيه؟ طبعًا بعض الإيه المتقدمين للوظيفة، يبقى أكيد أنا كنت بجري، يعني إيه مقابلة شخصية. يبقى طبعًا have دي غلط، وأكيد was اللي تحتها دي غلط عشان في بعدها تصريف رقم 3. I أنا يبقى معنى كده مبني للمعلوم، إنما was interviewed ده كده مبني للمجهول. يبقى إما interviewed يا إما was interviewing. يبقى في الوقت اللي هو رن فيه صاحبه كان بيعمل مقابلات، يبقى في هذه الحالة I was interviewing. طيب خلي بالك عشان تقولش هنا the apologize for not answering، انا بعتذر ان انا ما ردتش، يعني معنى كده الكلام كله فين؟ في الباست، او ان هو الاتصال حصل في الماضي وليس في المضارع. رقم 7 we space ايمن in Cairo a few days ago. آخر كلمة في الجملة طبعا كلمة ago على طول، دي كده من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، يعني تصريف رقم 2 لو مبني للمعلوم، أو was أو were لو مبني للمجهول، we نحن وسي يرى وأيمن، يبقى احنا أكيد شفنا أيمن، يبقى معنى كده احنا الفاعل، يبقى معنى كده تصريف رقم 2، يبقى so. By 9 رقية space the housework she was dead tired by then. على طول كلمة by 9، by وقت في الماضي أو ساعة، يبقى معنى كده معناها قبل الوقت ده ما يجي او قبل الحدث ده ما يحصل، يبقى قبل الساعة 9 يبقى رقية كانت عملت حاجة قبلها، يبقى انا كده برتب احداث في الماضي، يبقى رقية عملت الواجب الاول وبعد كده الساعة جت 9،
يبقى معنى كده هي عملت الواجب الأول، يبقى ده كده ماضي تام. يبقى هاد والتصريف رقم 3، وده اللي بيميز الماضي التام عن باقي الأزمنة التانية، إن الماضي التام أقدم زمن في الماضي. يبقى الحدث رقم 1 اللي هو هاد والتصريف رقم 3، اللي حصل بعديه يبقى ده تصريف رقم 2. It was cold، الجو كان برد. So I space at the window، وبالتالي أنا إيه الشباك. طبعا وصف الماضي، يبقى have دي غلط، was شط دي برضو غلط عشان ده كده مبني للمجهول، أنا اللي قفلت. وطبعا هاد دي غلط، ليه؟ علشان مش ده اللي حصل أول، أنا ما قفلتش الشباك الأول بعد كده الجو كان ساقع، لا الجو كان ساقع وبالتالي أنا قفلت الشباك، يبقى I شط فقط ماضي بسيط. I had a drink at a cafe while my car space، طبعا هاد في الماضي، أنا يعني شربت مشروب في مقهى بينما السيارة بتاعتي، يبقى عندك كار سيارة وعندك تشيك بمعنى يفحص، أكيد السيارة مش كانت بتفحص ولكن كانت بتتفحص، يبقى السيارة كانت بتتفحص في الوقت اللي هو كان بيتناول فيه المشروب، يبقى معنى كده على طول ماضي مستمر. والكار يبقى معنى كده السيارة كانت بتتفحص، يبقى ده مبني للمجهول، وماضي مستمر ومبني للمجهول يبقى was aware و being، والتصريف رقم 3 يبقى my car was being checked. Before bedtime we all space our school bags، ادي في كلمة before، قبل وقت النوم، يبقى احنا الطبيعي ايه الشنط بتاعتنا، يبقى قبل ما بننام احنا بنجهز، يبقى احنا بنجهز الاول وبعد كده بنروح ننام، يبقى طبعا حدث اقدم من حدث، يبقى had، والتصريف رقم 3 had prepared. I spaced to the cinema three times last week، آخر كلمة في الجملة كلمة last week، وده حدث واحد، يبقى معنى كده ده ماضي بسيط، تصريف رقم 2، يبقى I went to the cinema. تلتاشر، after Mr. Mustafa spaced the form he shook hands with the new clients، طبعا after بعد، في عندك هنا shook تصريف رقم 2، يبقى أكيد الجزء الأولاني ده كده ماضي تام. طبعا ماضي تام يبقى هادو التصريف رقم 3، يبقى بالتالي A و C دول كده غلط، يبقى مستر مصطفى ساين دي معناها يوقع، يبقى مستر مصطفى هو اللي وقع، يبقى معنى كده هو الفاعل، يبقى كده مبني للمعلوم، يبقى هاد سايند. عمر سبيس فور توداي تيست اول ايفنينج يسترداي، طبعا في يسترداي مش يسترداي بس، اول ايفنينج يبقى معنى كده الحدث استمر طول المساء امبارح، يبقى الحدث كان مستمر امبارح، يبقى على طول ده كده ماضي مستمر، يبقى was aware و ing، يبقى was studying. What space last weekend، طبعا خلي بالك عشان في علامة استفهام، يبقى معنى كده ان ده سؤال، وفي last يبقى كده الكلام في الماضي، يبقى do دي غلط، واكيد are دي برضو غلط، وطبعا سؤال في الماضي يبقى did you do، طبعا did فعل مساعد و you الفاعل وبعد كده do الانفينيتيف، طبعا be دي غلط عشان ما فيش فعل مساعد. ناصر had done the shopping before he space home، طبعا في هنا كلمة before اهي، في هنا had وتصريف رقم 3، يبقى الطبيعي الجزء الثاني على طول تصريف رقم 2، يبقى before he went، يبقى هو يعني قام بالتسوق قبل ما يذهب إلى المنزل، يبقى قام بالتسوق الأول، يبقى ده ماضي تام، وبعد كده روح البيت ده ماضي بسيط تصريف رقم 2. A police officer spaced me on my way home last night، في طبعا نفس الفكرة last night اهي الليلة اللي فاتت، وده حدث واحد في الماضي، يبقى معنى كده الماضي التام ده غلط، had been stopped دي غلط، وهاز دي غلط عشان ده مضارع. طيب الضابط ايه في طريقي الى المنزل الليلة اللي فاتت، يبقى ضابط استوقفني وقفني، يبقى معنى كده stopped. طبعا was ده ماضي صح بس ده ماضي مستمر، مفيش حدث قضى حدث ولا في حدثين كانوا شغالين مع بعض ولا كان في الماضي في وقت معين. As my mother spaced our dinner my sister was tidying our rooms، طبعا as اللي هي بتساوي كلمة while، يبقى بينما الأم ايه الدينر الأكل، أختي كانت بترتب الغرف بتاعتنا، يبقى أمي بتجهز الأكل وفي نفس الوقت أختي بترتب الأوض، يبقى في حدثين مستمرين في الماضي ومفيش حاجة أثرت على التانية، يبقى معنى كده had دي غلط علشان هنا مش بقول إن في حدث حصل قبل حدث تاني، و prepared دي برضو غلط علشان الاتنين كانوا مستمرين مع بعض، يبقى معنى كده ماضي مستمر. دي غلط علشان كده مبنية للمجهول، والأم هي اللي بتجهز يبقى كده مبني للمعلوم، يبقى was preparing our dinner. After space the front gate، after ما فيش فاعل يبقى على طول بجيب verb plus ing، يبقى looked دي غلط وهاد دي غلط، يبقى أنا محتاج يا إما being looked يا إما looking. طبعا the gate البوابة، يبقى بعد قفل البوابة
اي انا، يبقى اكيد بعد ما انا ما قفلت البوابه يبقى كده مبني للمعلوم، يبقى after locking the front gate. انما امتى بقى اختار being locked؟ لو قال كده after نقط the front gate، وطبعا هيبقى قبلها كومه، after نقط كومه the front gate. طبعا ايه بقى يعني ايا كان بقى الفعل اللي هيبقى موجود الجزء الثاني، يبقى بعد ما اتقفلت، يبقى طبعا الايه البوابه بقى اتكسرت ولا اتفتحت ولا ايا كان الايه الحدث اللي هيحصل. The film wasn't very good. I space it very much. طيب في طبعا was، يبقى كده الكلام بتاعك في الباست في الماضي، يبقى have دي غلط على طول. الفيلم ما كانش كويس، يبقى انا ما استمتعتش بيه، يبقى اكيد had دي كمان غلط. ليه؟ علشان انا هنا مش برتب احداث. طيب wasn't enjoyed غلط برضو، علشان I أنا فاعل، يبقى معنى كده الكلام في بتاعك مبني للمعلوم، يبقى I didn't enjoy it very much، يبقى الفيلم ما كانش كويس ده الأول، وبالتالي أنا ما استمتعتش بيه، يعني أنا ما استمتعتش نتيجة للفيلم ما كانش كويس، يبقى حتى ده كده الحدث رقم 2. وطبعا هنا الكلام بتاعك في الماضي، فيعني إيه ده الإيه الأوضح والأقرب. طبعا had انت ما تنفعش خالص، لأن أساسا لو هستخدم had يبقى انا كنت اقول كده the film hadn't been very good، الفيلم ما كانش كويس الاول، وبالتالي I didn't enjoy it. We decorated our house before، طبعا before ما فيش فاعل، يبقى على طول verb plus ing يبقى furnishing، يبقى احنا يعني زينا البيت بعد ما يعني ايه عملنا كده بالايه الموبيليا فرشناه يعني. 22 while space my dinner the door bell rang، طبعا while ما فيش فعل يبقى عايز على طول verb plus ing، يبقى was دي غلط، وعندك had دي غلط. في my dinner الطعام بتاعي، يبقى اكيد انا بتناول الطعام، يبقى معنى كده مبني للمعلوم، يبقى having. at the hotel في الفندق my bed السرير was very uncomfortable، السرير كان مش مريح بالمره. I not very well، يبقى معنى كده انا ما نمتش كويس، يبقى السرير ما كانش مريح، وبالتالي يبقى ده كده نتيجة لي، يبقى معنى كده ده الحدث اللي حصل بعدين، يبقى ده طبيعي لازم يبقى ماضي بسيط، يبقى hadn't دي غلط، وعندك slept أنا أكيد ما نمتش كويس، يبقى المعنى مش مظبوط، wasn't I ده أنا ده الفاعل، يبقى معنى كده مبني للمعلوم، يبقى was وتصريف رقم 3 ده غلط عشان ده مبني المجهول، يبقى I didn't sleep well. By the time space home lunch had already been prepared، طبعا في by the time في عندك هنا had وتصريف رقم 3 ده ماضي تام، يبقى اكيد اللي قبلها ماضي بسيط. طيب arriving دي غلط، عشان by the time ما ينفعش اجيب بعدها verb plus ing، ما ينفعش يبقى في had وتصريف رقم 3 في الجزئين، يبقى كده غلط. I was arrived انا اللي وصلت، يبقى معنى كده مبني للمعلوم وده مبني للمجهول، يبقى by the time اللي بتساوي before I arrived قبل ما اصل الى المنزل العشاء كان ايه او الطعام كان جاهز. The window was open and a bird space into the room، طبعا الشباك كان مفتوح وطائر، يبقى اكيد طائر دخل. طيب خلي بالنا بقى علشان في هنا كلمة and دي معناها و حرف عطف، يبقى لازم الفعل ده كده يكون معطوف على الاولاني. في هنا was ده تصريف رقم 2، يبقى اكيد الفعل اللي موجود هنا يبقى تصريف رقم 2 بشكل مباشر، يبقى تصريف تاني اللي هو فلو، تصريف رقم 2 من كلمة fly، يبقى الشباك كان مفتوح وفي طائر ايه دخل الى الغرفة، يبقى and وزيها زي كلمة مثلا or، زيها زي كلمة but، كل ادوات الربط بتاعتك دايما على طول يبقى التاني معطوف على الاول، او يعني او الكلمة التانية معطوفة على الكلمة الاولى، سواء كانت بقى فعل، سواء كانت اسم، سواء كانت صفة وهكذا. I ate a sandwich space the break، انا اكلت ساندويتش، طبعا break ده كده الفسحة، ده اسم، والكلمة اللي بجيب بعديها اسم اللي هي during، يبقى during the break أثناء الإيه الفسحة. Mom set the table for lunch as soon as my father space home، طيب طبعا as soon as بتساوي كلمة after، في هنا كلمة set، وخلي بالكوا عشان دي معلومة مهمة جدا. set يا ترى يا مستر ده تصريف أول ولا تصريف تاني؟ ده تصريف أول وتصريف تاني. طيب أفرق إزاي بقى من الفاعل؟ mom ده مفرد، لو في المضارع يبقى الفعل بتاعك كان لازم يكون اخره اس، هل هنا اخره اس؟ لا ما اخروش اس، يبقى معنى كده ان ده تصريف رقم 2، يبقى كده الكلام بتاعنا في الماضي، يبقى arrives دي غلط و arriving دي غلط، علشان في عندك فاعل، يبقى انت عندك يا اما had arrived يا اما had been arrived. الاب طبعا وصل الاول، وبعد كده الام جهزت الايه الترابيزه،
يبقى as soon as my father had arrived، لأن as soon as بتساوي كلمة after. I spent a lot of money yesterday. I bought an expensive dress. طبعا في كلمة yesterday، أنا إيه فلوس كتيرة إمبارح، يبقى أكيد أنا أنفقت الكثير من المال، علشان بيقول أنا اشتريت فستان غالي جدا. طيب يبقى الكلام كده في الماضي، يبقى spend دي غلط، was دي غلط، ليه was يا مستر غلط؟ علشان I أنا، ده الفاعل، يبقى كده مبني للمعلوم، يبقى إما I didn't spend يا إما I spent. أنا بقول لك أنا اشتريت فستان غالي، يبقى أكيد أنا أنفقت. When I finished all my jobs I spaced the office and went home. لما خلصت كل الوظائف بتاعتي أنا إيه المكتب وروحت للبيت. خلي بالنا برضو هنا عشان ما تتلخبطوش، عشان ما تقولش يا مستر هنا في finished ده ماضي بسيط، يبقى هناك هي على طول هاد والتصريف التالت، لأ. ليه؟ إحنا لسه قايلين دلوقتي في هنا دي كلمة and وحرف عطف، وفي عندك هنا كلمة went أهي، ده تصريف رقم كام؟ اتنين. يبقى معنى كده ده تصريف تاني، يبقى لازم اللي قبلها يكون تصريف رقم اتنين، يبقى I left the office. ده أولا. طب ثانيا يا مستر، ده ترتيب منطقي للأحداث، أنا خلصت الوظائف بتاعتي الأول وبالتالي تركت الإيه المكتب وروحت البيت، يعني أساسا لو في ماضي تام هذا التصريف الثالث المفروض إن يبقى في الجزء الأولاني. When I had finished يبقى أنا خلصت الأول وبعد كده تركت المكتب وروحت إلى المنزل. طب يا مستر مش جايب ماضي تام؟ مفيش مشاكل خالص، ماضي تام زي ماضي بسيط مفهوم من معنى الجملة، إن هو خلص الوظائف الأول وبعد كده ترك المنزل أو المكتب بتاعه وذهب إلى المنزل. يبقى المهم الحدث الثاني ده لازم يكون في الماضي البسيط اللي هو تصريف رقم 2. Space I was on holiday I enjoyed the good weather on the beach. طبعا أنا كنت في أجازة، أنا استمتعت بالطقس الجميل جدا في الشاطئ، يبقى كده أقول كده أثناء ما كنت في أجازة، بينما أنا كنت في أجازة. during غلط، عشان during بجيب بعدها اسم، أقول during the holiday أو my holiday. just ما ينفعش، just as عشان تساوي كلمة while، بينما أنا كنت. طيب after معناها بعد، مش هينفع أقول لك بعد ما كنت في أجازة أنا استمتعت بالطقس، هنا مش برتب أحداث، لا، بينما أنا كنت أو عندما أنا كنت، يبقى when. at her first school Rodina often speaks part in the morning program. طيب الجملة هنا في المضارع ولا في الماضي يا مستر؟ عشان ما تقولش هنا في often أو often، ده كده دي غالبا، يبقى معنى كده إن دي مضارع، لا. في هنا her first school أول مدرسة هي راحتها، يبقى معنى كده الكلام بتاعك فين؟ في الماضي، يبقى takes دي غلط. طيب يبقى أنا هنا في أول مدرسة رودينا دايما كانت بتشارك في البرنامج الإذاعي أو البرنامج الصباحي، يبقى معنى كده عادة في الماضي، وما دمت بتكلم عن عادة في الماضي يبقى أنا محتاج تصريف رقم 2، يبقى رودينا often took part. having على طول، having بتجيب بعدها تصريف رقم 3، يبقى having done the experiment، و having بتساوي كلمة after، يعني بعد after the scientist had done the experiment he left the laboratory، أو having done the experiment كلهم صح، بتساوي يعني after doing the experiment، كل الكلام ده مظبوط. المهم إن having بتجيب بعدها تصريف رقم 3 من الفعل الأساسي، عشان ما تقولش هنا had done، ما ينفعش أقول لك having had done، لا، having والتصريف الثالث الفعل الأساسي على طول. he spaced the report well didn't he، طبعا ده سؤال مزيل، في عندك هنا didn't ده نفي الماضي البسيط، وطبعا السؤال مزيل، الجملة دي منفية، يبقى السؤال هنا يكون مثبت، يبقى didn't دي غلط ما تنفعش. reads دي غلط عشان ده مضارع وأنا محتاج ماضي، في هنا didn't يبقى أنا أكيد محتاج تصريف رقم 2 اللي هو read. خلي بالنا برضو علشان التصريف الأول للتصريف رقم 2، عارف ازاي يا مستر؟ هنا الفعل بتاعك هي مع هي وشي وات في المضارع، الفعل كان لازم يكون اخره اس، ما اخروش اس يبقى معنى كده ان ده تصريف رقم 2. just as ندى was having a rest her mobile space ringing، طبعا just as اللي بتصور، بينما ندى كانت يعني بتاخذ راحه او بتستريح، يبقى تليفونها ايه بقى؟ بدا ان هو يرن، يبقى هي كانت مستريحه والتليفون بدا ان هو يرن، يبقى معنى كده حدث كان مستمر والتاني قطع أو أثر عليه أو استمر فترة أقصر، يبقى في الحالة ديت كده تصريف رقم 2 يبقى started على طول. space polished my shoes looked new. طيب في هنا عندك هنا كلمة polished ده على طول إيه؟ ده تصريف رقم كام؟ 3، فأكيد ما ينفعش أبدأ الجملة بتاعتي بهاد، أنا ببدأ الجملة بتاعتك بكلمة having وبالتالي been دي غلط، يبقى إما أقول having polished يا إما أقول having been polished. طب إزاي بقى المعنى؟ polished ده بمعنى يلمع،
فالجزء التاني ماي شوز الحذاء بتاعي كان شكله جديد. اكيد هقول لك بعد ما لمع ولا بعد ما اتلمعت؟ اكيد بعد ما اتلمعت الحذاء كان شكله جديد، يبقى معنى كده ان هي مبنية للمجهول، يبقى having been polished، يبقى بعد ما الحذاء ما اتلمع هو كان شكله كويس او شكله جديد، يبقى معنى كده الحذاء ما لمعش نفسه، يبقى مبني للمجهول، يبقى having بجيب بعدها التصريف رقم 3 في مبني المجهول، يبقى having been، وبعد كده التصريف الثالث من الفعل الاساسي اللي هو polished. 36 it's a time you space back my money. طبعا في عندنا بعض التعبيرات زي it's a time وكلمه wish و if only و rather، الحاجات دي كلها دايما لما اجيب بعديها فاعل بجيب بعدها تصريف رقم 2 لو بتكلم عن حاجه بتعبر عن المضارع، يبقى pay دي غلط و pays دي غلط، يبقى انت عندك had وتصريف رقم 3 او paid. had والتصريف الثالث ده بختاره لو في كلمه تدل على الماضي، يعني مثلا زي yesterday lost ago اي حاجه تدل على الماضي، هنا مفيش طبعا اي حاجه تدل على الماضي، يبقى معنى كده بتكلم في المضارع بس بعد التعبيرات دي كده في المضارع، يبقى انا لازم استخدم تصريف رقم 2. I space for a week until I had done my homework. طبعا في until في عندك هنا had وتصريف رقم 3، يبقى دايما على طول اللي قبلها بيبقى ماضي بسيط منفي، طبعا الكلام بتاعك مبني للمعلوم وماضي بسيط منفي يبقى didn't والانفينيتيف يبقى I didn't go. When I visited my uncle in hospital, he spaced very weak and tired. لما يعني قمت بزيارة عمي في المستشفى هو يعني كان شكله ضعيف جدا وتعبان. طبعا أنا هنا بعمل إيه؟ تعال نستبعد looks، طبعا دي غلط ما تنفعش. طيب يبقى أنت عندك looked was looking و had looked. had looked دي برضه ما تنفعش، ليه؟ لأن أنا لما زرته هو كان تعبان، يبقى في الوقت اللي أنا رحت له فيه هو كان تعبان، يبقى معنى كده مفيش واحد حصل قبل التاني. يبقى اما looked يا اما was looking. خلي بالك برضو من حته ثانيه، ما تقولش يا مستر في هنا وين وفي هنا ماضي بسيط تصريف رقم 2، يبقى الجزء اللي هناك was اوير وتصريف رقم 3. في هنا بقى عندنا كلمه look، look هنا معناها يبدو، يبقى ده كده فعل حاله، يبقى ما ينفعش اساسا ان انا احط فيه ing، يبقى he looked فقط. يبقى كلمه look دي معناها يبدو وهنا مش معناها ينظر، يبقى في الحالة ديت كده ده فعل حالة ما ينفعش إن أنا أحط فيه ing، زي طبعا بقى كلمة like و love و hate وأفعال بقى الحواس والشعور وكلمة مثلا think و believe و understand و الحاجات دي كلها. You space conscientious. I don't know why you have become so careless. طبعا conscientious دي بمعنى مجتهد، أنت مجتهد، أنا مش عارف أنت ليه أصبحت كسول أو مهمل، يبقى معنى كده أكيد أنت كنت في الماضي مجتهد، عشان الجزء الثاني أنا مش عارف أنت ليه أصبحت مهمل، يبقى أنا أكيد كده بتكلم في الماضي. طيب used to be طبعا هي دي الإجابة الصح، ليه؟ علشان used to بعدها المصدر، إنما use ما ينفعش used to be، مفيش حاجة اسمها used to بمعنى متعود، لا خالص. طب had used to be برضو ما تنفعش، علشان انا هنا بتكلم عن حدث واحد في الماضي فقط، يبقى used to بس. weren't you weren't كنت انت ما كنتش مجتهد، يعني لا طبعا اكيد معناها ما ينفعش انت كنت مجتهد وانا مش عارف انت ليه اصبحت مهمل. 40 space until the car had been checked before you returned home. طيب طبعا انت عندك الافعال كلها في الماضي وبالتالي have دي كده غلط، عندك were كمان دي غلط ليه يا مستر؟ غلط ما في الماضي اهي، علشان were you waited معناها هل أنت انتظرت؟ وطبعا الجملة هنا المفروض إن هي مبنية للمعلوم، هل أنت انتظرت؟ يبقى أنت عندك did you wait وعندك had you waited. طب الجملة بقى until the car had been checked before you returned home، يبقى هل أنت استنيت لغاية لما العربية اتصلحت قبل ما تروح البيت؟ يبقى معنى كده أنت روحت بس قبل ما تروح أنت استنيت، يبقى معنى كده أنت استنيت الأول وبعد كده روحت، يبقى اللي حصل الأول إنك استنيت، يبقى ده كده ماضي تام، يبقى had you waited. بين I space into an old friend in the street the other day. طبعا the other day على طول دي كده زي كلمة yesterday، يبقى انك كده بتكلم في الماضي وعندك حدث واحد في الماضي، يبقى معنى كده اكيد تصريف رقم 2. run ده تصريف اولاني فغلط، have ده اساسا مضارع فدي غلط خالص، had انا هنا ما فيش عندي اكتر من حدث، لو حدث واحد يبقى I ran into، يعني انا قابلت واحد او قابلت احد اصدقائي بالصدفة في الشارع. My friend called me as I spaced lunch. I answered him after the meal. يبقى صديق اتصل عليا وأنا بتناول الأكل. أنا
يعني رديت عليه او انا كلمته بعد الوجبة. طيب يبقى معنى كده اثناء ما انا ما كنت بتناول هو رن عليا، يبقى معنى كده انا كنت بتناول وهو اتصل، يبقى حدث كان شغال، يبقى I was having. He had scarcely left the room. طبعا scarcely زي كلمة when، الجزء الثاني بيبقى فيه معهم كلمة when أو كلمة before، الاثنين صح. وطبعا الاثنين بحطهم ما بين had وما بين التصريف رقم 3. وطبعا لما بجيبهم في بداية الجملة يبقى بنقول كده scarcely أو hardly أو كمان no sooner had والفعل والتصريف الإيه التالت. بس no sooner بتاخد كلمة than، أما hardly و scarcely بياخدوا كلمة when، أو ينفع إن أنا أستبدلهم بكلمة before. I'd rather you space making complaints all the time. لسه قايلين دلوقتي كلمة would rather هجيب بعدها فاعل، يبقى على طول كده stop دي غلط و will دي غلط، يبقى أنا هجيب بعدها يا إما هادو التصريف رقم 3 يا إما stop ده التصريف رقم 2. طبعا هادو التصريف الثالث لو كان في كلمة تدل على الماضي زي كلمة yesterday أو last أو ago أو أي حدث يدل على الماضي. طبعا هنا ما فيش، يبقى I'd rather you stopped making، يعني أنا أفضل أو أتمنى أنك تتوقف عن الإيه؟ عن الشكوى طول الوقت. No sooner لسه إلين جت في بداية الجملة، يبقى على طول بجيب بعديها had وفعل وتصريف رقم 3، عشان الجزء الثاني أدي فيه then وفي تصريف رقم 2، يبقى No sooner had she done. I space that Omar was short but I was surprised to see him so tall. أنا إيه؟ إن عمر كان قصير ولكن أنا انتهشت لما شفت إن هو طويل. طيب تعالى نستبعد was thought دي غلط، ليه؟ علشان أنا اعتقدت، يبقى كده مبني للمعلوم فدي غلط. طيب was thinking think هنا بمعنى يعتقد، يبقى معنى كده ما ينفعش أحط فيه ing، يبقى A غلط و B غلط، يبقى I thought that أنا اعتقدت. طيب طبعا كلمة think ينفع أحط فيها ing، بس دايما كده لما أجيب بعد حرف الجر of أو about كده بمعنى يفكر في عمل شيء، إنما هنا I thought أنا اعتقدت زي كلمة believe، يبقى ما ينفعش أحط فيها ing. Space to a swan's hot weather، خلي بالنا عشان جملة حلوة جدا جدا. طبعا ما تقولش إن في هنا to، فعلى طول بنجيب used to، وطبعا في حالة السؤال في الماضي يبقى did، أقول لك غلط. ليه؟ علشان did you use كان لازم يبقى فيه to، بعد to هنا يبقى فيه الانفينيتيف المصدر، هنا ما فيش مصدر يبقى did دي غلط، وبالتالي had دي غلط، وده سؤال يبقى you used دي غلط، يبقى where you used to. طب ليه يا مستر كلمة where؟ علشان احنا عندنا كلمة where أو كلمة يعني أحد أشكال verb to be am أو is أو are أو was أو where، أو كمان كلمة get أو كمان كلمة become used to، أجيب بعدهم verb plus ing أو اسم. أنا عندي الاسم هنا اللي هو hot weather، يعني الطقس الحر بتاع أسوان، يبقى هل أنت اتعودت على الطقس الحر بتاع أسوان؟ المهم أنا في عندي اسم، يبقى محتاج أحد أشكال verb to be أو كلمة get أو كلمة become used to. سما had hardly had her breakfast when she، طبعا لسه قايلين hardly، ادي بتاخد كلمة when وهي موجودة ما بين had وما بين التصريف رقم 3، يبقى بشكل مباشر الجزء الثاني التصريف رقم 2، يبقى when she left for school. مصطفى spaced lunch outdoors at all last week، طبعا في كلمة last week اهي، يبقى كده الكلام بتاعك في الماضي، يبقى hasn't دي غلط، وعندنا كمان doesn't دي غلط، يبقى hadn't دي برضو غلط. ليه؟ عشان احنا قلنا فوق ان مفيش بعدها تصريف رقم 3، لما احب انفيها يبقى didn't have، اقول hadn't had كده مفيش مشاكل، انما didn't have عشان have هنا مستخدمه كفعل اساسي، وطبعا في الماضي، يبقى معنى كده بنفي الماضي باستخدام كلمه didn't وبعد كده الانفينيتيف. I space of a solution to the problem when my brother called and told me it was solved. انا ايه؟ حل للمشكله لما اخي اتصل عليا واخبرني ان هي اتحلت. يبقى معنى كده ايه؟ في الوقت اللي اخويا اتصل عليا انا كنت بفكر، يبقى معنى كده حدث كان شغال والتاني قطعه، يبقى I was thinking of a solution. احنا لسه قايلين بقى ان كلمة think ينفع احط بعدها ing لو في بعديها حرف الجر زي كلمة of، يبقى I was thinking of، انا كنت بفكر في حل للمشكلة لما اخويا اتصل عليا. Space preparing lunch، طبعا preparing ده فيها ing، يبقى في الحالة ديت كده having دي غلط، عشان having بجيب بعدها تصريف رقم 3، as أجيب بعدها فاعل وفعل، as soon as أجيب بعدها فاعل وفعل، يبقى طبعا while preparing lunch أثناء تجهيز الإيه؟ الطعام. I dropped and broke a dish. I watched TV before that، أنا اتفرجت على التلفزيون. طبعا before that
اللي هي بتساوي كلمة after، عشان before ذات معناها قبل ذلك، يبقى أنا اتفرجت على التلفزيون بس قبل كده يبقى أنا عملت حاجة قبلها، يبقى معنى كده ده اللي حصل الأول. يبقى هاد وتصريف رقم 3 I had checked my mail. Space touching the hot pan I gave a loud cry of pain. طيب touching ده فيها ing وبالتالي during دي غلط عشان ما ينفعش اجيب بعدها ing. يبقى عندك while او before او on، ثلاثة جيب بعدهم ing. بس المعنى بقى before دي ما تنفعش ليه؟ عشان اقول لك قبل ما المس الحلة انا صرخت كده من الألم، كده طبعا ما ينفعش. طب while touching the hot pan بينما انا كنت بلمس الحلة انا صرخت، لا طبعا. ليه؟ عشان while دي بتدل على ان الحدث كان مستمر، يعني انا احط ايدي يعني تلسعني وبعد كده اروح اشها تاني واحطها تاني، لا طبعا. ولكن on، طب on دي اللي بقى بتساوي كلمة immediately after، مباشرة بعد ما لمست الحلة السخنة انا طبعا ايه صرخت من الالم. يبقى انا بمجرد ما حطيت ايدي عليها كده انا صرخت من الالم. يبقى كلمة on بتساوي كلمة immediately on او يعني just after، وباجي بعدها verb plus ing. We didn't use to talk space our meals. طبعا احنا ما تعودناش ان احنا نتكلم اثناء الوجبات. meals ده اسم، يبقى اكيد بجيب بعدها كلمة during، علشان during اللي بجيب بعدها الايه الاسم. I'd rather you space my dictionary yesterday. في طبعا كلمة would rather بقى لسه قايلين، يبقى would rather wish و if only و it's a time، كل الكلام ده كله اجيب بعدهم يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام. يبقى return دي غلط، يبقى عندك يا اما returned يا اما didn't return يا اما had returned. في كلمة yesterday يبقى معنى كده بتكلم بقى في الماضي بس اللي أقدم من الماضي البسيط اللي هو الماضي تام، يبقى had والتصريف رقم 3. Space lunch time everybody had returned home. يبقى معنى كده ايه؟ ادي في had والتصريف رقم 3، يبقى ده اللي حصل الأول. يبقى lunch time مش هينفع أقول لك بعد وقت الغداء، أكيد غلط. طيب when ما ينفعش بينما وقت الغداء، ولكن باي. طب ليه باي يا مستر؟ لان كلمه باي بتساوي كلمه بيفور. انا هنا في هاد وتصريف رقم 3، يبقى انا على طول برتب احداث. يبقى قبل الوقت بتاع الغداء ده كده ما يجي الناس كلها كانت روحت، يبقى قبل الغداء الناس كلها كانت ذهبت للمنزل. طب كلمه قبل اللي هي كلمه باي اللي هي بتساوي كلمه بيفور. لم ي got used to لسه قايلين، طبعا ادي got used to او be used to، طبعا احد اشكال الفيرب تو بي ام از ار واز او وير، او كمان become used to، يبقى على طول بجيب بعدها فيرب بلس اي ان جي او اسم. live ده فعل في مصدر غلط، be ده برضو مصدر غلط، have ده مصدر غلط، يبقى اسم اللي هو life. يبقى لم ي تعودت على الحياه في الريف. When Rodina space for the bus, her friend Zamzam came and sat silently next to her. بينما رودينا أو عندما رودينا إيه الأتوبيس، صديقتها زمزم جت وقعدت جنبها. يبقى رودينا كانت مستنية الأتوبيس، يبقى رودينا استنت وزمزم جت قعدت جنبها، يبقى طبعا إيه الحدث كان في استمرارية هنا. يبقى هاز طبعا غلط عشان هاز ده مضارع، وهاد ده غلط عشان الاتنين كانوا شغالين مع بعض، إنما هاد ده واحد حصل قبل التاني. was being waited ده كده لو مبني للمجهول، انما رودينا هي اللي كانت مستنيه يبقى مبني للمعلوم. After I arrived at the office I realized that the lights not on. بعد ما وصلت المكتب انا ادركت ان الانوار مالها. طبعا دايما جماعه كده كلمه that لو في قبلها ماضي يبقى في الحاله ده كده على طول اللي موجود بعد كلمه that ده دايما بيبقى ماضي تام. ليه؟ لان ده الحدث اللي حصل الاول. بعد ما وصلت المكتب أنا أدركت إن الأنوار مالها كانت متروكة مفتوحة. يبقى أنا سبت الأنوار شغالة، بعد كده يعني إيه جه تاني يوم بقى فوصلت المكتب، بعد كده أدركت إن الأنوار كانت مالها كانت شغالة. ففي الحالة ديت كده يبقى I realized that the light، يبقى أنا كده محتاج ماضي تام. يبقى left ده غلط و have left ده غلط، يبقى يا إما عندي had left يا إما had been left. طبعا the lights النور، أكيد النور مش هيترك، ولكن نور ترك، يبقى had been left. The babies الأطفال not and dressed before bed time. طيب طبعا baby ده معناها الطفل رضيع، وش ده معناها يغسل، أكيد الطفل مش هي يعني مش هيحمي نفسه ولكن حد هيحميه. يبقى معنى كده الكلام بتاعك مبني للمجهول، يبقى washed دي غلط و have دي غلط و had دي غلط، يبقى معنى كده
وير ووشدة. بعد ما الأطفال يعني مالهم بقى كده، ما يعني حد سحمهم وحد لبسهم كمان قبل وقت الايه، وقت النوم، يبقى تبيبس الاطفال الرضع يعني اتسحموا كمان ولبسوا او حد لبسهم كده قبل ايه، وقت النوم. تقول لي يا مستر هنا في بي فور المفروض يبقى في ماضي تام، مفيش مشاكل، ماضي تام او ماضي بسيط، علشان هنا كده هو طبيعي ايه اللي حصل، ان هم اكيد يعني هيغتسلوا الاول وبعد كده هيلبسوا قبل ما هيناموا، يبقى معنى كده ده تسلسل منطقي للايه، للاحداث. 61، Before my wife set the table for lunch, she remembered that she knocked the soup. لسه قايلين دلوقتي ادي في set، ده تصريف رقم 2 علشان ما فيش اس، ما فيش اس، وعشان الوايف ده مفرد. في remembered ده كده ماضي اهو، في كلمه ذات يبقى على طول اللي موجود بعد كلمه ذات في الحاله ديت كده دايما بيبقى تصريف رقم 3. هاد، والتصريف الثالث قبل ما زوجتي ما تحط يعني ما تضع الترابيزه علشان الطعام، هي افتكرت ان هي بقى ما كانتش حطت يعني ملح للشوربة، يبقى ما حطتش الأول، ويبقى ده كده الحدث رقم 1، يبقى هادو تصريف رقم 3. The mobile space 6 times while I was asleep. التليفون إيه 6 مرات بينما أنا كنت نايم، يبقى أنا كنت نايم والتليفون إيه رن 6 مرات، يبقى في الحالة ديت كده هاد دي غلط عشان ما فيش واحد حصل قبل التاني. Was being rung، التليفون هو اللي رن، يبقى كده مبني للمعلومة، يبقى دي غلط. طيب في عندك هنا بقى رانك وفي was ringing، التليفون رن على طول يبقى رانك، يبقى تصريف رقم 2. بينما انا كنت نمت، تقول لي يا مستر ما التليفون كان بيرن، انا هنا قلت الحدث حصل كم مره، يبقى التليفون رن 6 مرات على طول، مفيش داعي ان انا اقول لك was ringing. Space on a business trip he didn't have any time for entertainment. طبعا هو كان في رحله عمل، هو ما كانش عنده اي وقت خالص من اجل الايه، المتعه. في طبعا on ده حرف جر وفي اسم مجرور، يبقى during دي غلط عشان during يجيب بعدها اسم على طول. اقول كده during his trip اثناء الرحله، انما في on حرف جر يبقى during دي غلط. طيب after، after دي برضو غلط، ليه؟ علشان لما اقول لك after انا كده برتب احداث، اقول لك بعد ما عمل الرحله هو ما كانش عنده وقت، طبعا دي غلط ده اولا. نفس الفكره كلمه before اكيد مش هينفع اقول لك برضو قبل ما يكون في رحله عمل هو ما كانش عنده وقت، طيب الاجابه بتاعتك while. طب ليه مستر وايل بقى؟ عشان هي كان اصلها كده while he was on a business trip، بينما هو كان في رحله عمل هو ما كانش عنده اي وقت خالص للايه، للمتعه. يبقى while لو في عندي حرف جر واسم ينفع بقى احذف الفاعل بتاعك وينفع احذف الفعل، يعني اقول كده while I was in Alexandria I saw a lot of tourists، يبقى while in Alexandria على طول. نفس الفكره while He was on a business trip. يبقى while on a business trip. 64. I had my breakfast. Afterwards, I space home for my school. أنا تناولت الفطار بعد ذلك. بعد ذلك يبقى أكيد أنا تناولت الفطار الأول وبعد كده أنا رحت المدرسة. يبقى أنا تركت المنزل ذهابا للمدرسة. يبقى ده الحدث رقم 2. يبقى I left. I'd rather she space me to lend here my tablet she is careless، يعني انا يعني يا ريتني ما ايه ما سلفتهاش التابلت بتاعي، ده هي شخصيه مالها او هي تكون مهمله. طيب في كلمه is يبقى معنى كده بتكلم فين، في المضارع، يبقى انا بتمنى ان هي ما تسالش او ما يعني ما تطلبش مني ان هي تستلف او تستخدم الايه التابلت بتاعي، يبقى I'd rather she didn't ask، يبقى انا افضل ان هي ما تطلبش، ليه؟ علشان هي شخصيه مهمله، يبقى معنى كده اكيد هي مهمله دلوقتي، يبقى هي ما تطلبش مني في الوقت الحالي. واحنا لسه قايلين بقى would rather وكلمه wish واف اونلي، لما بجيب بعدهم فعل يبقى على طول بجيب تصريف رقم 2 او هاد وتصريف رقم 3 لو في حاجه يدل على الماضي. طبعا هنا المعنى بس بتاعك يبقى I she didn't ask. Having space she didn't do the same mistake again. طبعا having يبقى اجيب بعدها تصريف رقم 3، يبقى punishing دي غلط. يبقى انت عندك punished وعندك being punished وعندك being punished، being دي غلط عشان بجيب بعدها التصريف الثالث. يبقى having punished او having been punished، punished يبقى كده مبني للمعلوم، being punished يبقى كده مبني للمجهول. طيب بعد ايه هي لم ترتكب الخطأ، بعد ما عاقبت ولا بعد ما عوقبت؟
أكيد بعد ما عوقبت. يبقى معنى كده الكلام مبني للمجهول، ومبني للمجهول يعني الفعل مش موجود، وبالتالي هنا ما قالش مين اللي عاقبها، يبقى كده مبني للمجهول، يبقى having been punished. Space touching the hot pot, she felt great pain in his finger. طبعا احنا لسه حليناها فوق كده، قلنا على طول كلمة on touching، عشان on هنا دي بتساوي كلمة يعني ايه immediately، مباشرة بعد ما لمست الايه الهوت بان. طبعا برضه هي فيها حاجة مش مظبوطة، عشان ما ينفعش اقول she felt great pain in his، المفروض هنا طبعا دي تبقى كلمة her finger، طبعا دي غلطة يعني. after touching بعد ما لمست، طبعا after ممكن يبقى فيه فترة طويلة، فأكيد هي مش هتلمس مثلا وتستنى شوية وبعد كده تصرخ أو تشعر بألم في صباعها، لا ده هي بمجرد ما لمست طبعا الإيه الحلة السخنة هي شعرت بألم، يبقى immediately after أو just after أو on. آخر جملة نقط had he gone out then، طبعا في هنا كلمة then بشكل مباشر، يبقى على طول كلمة no sooner، علشان no sooner دي لسه قايلين لما تيجي في بداية الجملة بجيب بعدها had والفعل والتصريف رقم 3. طب دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة كده، يا رب إن شاء الله الناس تكون استفادت، وتابعونا واستنونا في الحلقات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.